بعد 11 عاما على الثورة اليمنية، أكد يمنيون أن ثورتهم قد تم اختطافها لتتحول إلى حرب بين القوى المختلفة المدعومة من دول خارجية. ويتقاسم النفوذ في اليمن ثلاثة قوى رئيسية، هي جماعة الحوثي المدعومة من إيران التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومساحات واسعة من محافظة شمال البلاد، كما تسيطر قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومناطق واسعة جنوب البلاد، في حين تسيطر الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على مناطق في شرق البلاد. وانطلقت الثورة اليمنية في اليمن في فبراير من العام 2011، لكنها انزلقت بعد سنوات نحو حرب طاحنة. مشاهدينا، للمزيد أرحب ضيفي عبر سكايب من ليفربول دكتور محمد الفقيه، الكاتب والأكاديمي اليمني. أرحب بك دكتور الفقيه. الثورة اليمنية في ذكراها 11، لماذا انحرفت عن مسارها ومن المسؤول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك أخي زياد وأحيي الأخوة المشاهدين في كل مكان، وتحية خاصة لكل الثوار اليمنيين الذين، وخاصة الشباب، شباب اليمن ذكورا وإناثا، الذين خرجوا بالملايين في 11 من فبراير 2011 بثورة عظيمة شعبية شبابية سلمية ليس لها مثيل في التاريخ اليمني ولا في التاريخ العربي، واستمروا لأشهر طويلة في الشارع، لم يقطعوا شجرة ولم يكسروا زجاج ولم يعتدوا على صغير ولا كبير ولا امرأة ولا شيخ ولا حتى حيوان. نعم. وكانت يعني معجزة عظيمة أمام العالم أجمع، بداخل شعب مسلح لديه أكثر من 70 مليون قطعة سلاح، ولكنه قبل بثورة أو خرج بثورة سلمية على طغيان لنظام استمر قريب من 40 عاماً، 4 عقود متوالية بعد ثورة سبتمبر التي اختطفها وحولها إلى مكاسب خاصة، وحقيقة يعني حول البلد إلى مجموعة من العصابات التي تعمل لصالح النظام أو لصالح رأس النظام. ولذلك يعني بعد ذلك حقيقة حققت الإنجازات، وسقط الطاغوت والديكتاتور، وتم انتخاب رئيس جديد متفق عليه، وبذلك انطلق المجتمع اليمني إلى عملية حوار طويلة استمرت قريب من سنة. طيب، أين دكتور محمد، أين أخطأت هذه الثورة؟ أنت تتحدث عن إنجازات وأنه تم انتخاب رئيس، ولكن البعض يرى بأنه الخطأ الأكبر في للثورة اليمنية، أو الخطيئة ربما كما يقول البعض، هي القبول حينها بالمبادرة الخليجية التي ميعت مسار الثورة إذا صح التعبير، وعملت على إنتاج الوضع الذي وصل إليه اليمن. هو معلوم لدى الأمم والتاريخ أن أي ثورة لا تكتمل ولا تطيح الرؤوس ولا تسفك دماء فتحفر قبرها بيدها. الثورة أخطأت عندما منحت الطاغوت أو الدكتاتور الحصانة، وأعطته العفو العام، ومنحته فرصة أن يعيش حرا مكرما بكل الأموال التي نهبها والتي رصدتها أو رصدها خبراء الأمم المتحدة، وقالوا أنها تصل إلى أكثر من 62 مليار دولار. ليس الثوار الذين قالوا، وليس بل هم خبراء الأمم المتحدة ليسوا يمنيين وليسوا من الثوار ولا لهم دخل، وإنما رصدوا ما قدروا عليه، وما خفي كان أعظم، بل قبلوا بالحصانة لذلك الدكتاتور. وهذه كانت من الأخطاء، المفروض أنه كان يحاكم ويقدم للمحاسبة ويكون مصيره هو المفروض
ما ليس هو فقط وإنما أسرته بالكامل والعصابة التي أنشأها. طيب. الحاجة الثانية أو الغلط الثاني أن قبل بالمبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية باعتراف الرئيس السابق علي عبد الله صالح بأنه هو من خطها وكتبها وقدمها للسعودية على أن تقدمها بأنها مبادرة خليجية أو سعودية، وكانت هذه هي بداية المؤامرة على أو بقيادة الدول الخليجية لقيادة ثورة مضادة بكل ما للكلمة من معنى. نعم. يعني طيب. حقيقة الثورة اليمنية كانت ستعطي نموذجا وما زالت على فكرة، لا بد أن نعترف بأن الحقوق بأن الثورة اليمنية موجودة، وهي موجودة في قلوب الشباب وفي كل بيت يمني وفي كل قرية وفي كل مدينة. أين هؤلاء الشباب؟ أين شباب الثورة دكتور محمد؟ الشباب موجودون ولكنهم مشردون، ولكنهم لم يستسلموا، ما موجودون في كل أنحاء الكرة الأرضية. وأمس أقيمت الاحتفالات بالقارات الخمس في كل البلدان، في القارات الخمس الموجود فيه اليمنيين، وما زالوا يحتفون ويستمرون في ندواتهم ومؤتمراتهم. نعم، ولكن دكتور محمد، ولكن واضح بأنه المخطط يعمل على قدم وساق كما يرى البعض نحو تقسيم اليمن، وهناك كما هو معلوم هناك دول داخلة في اليمن وتدعم هذه القوى وتدعم تلك القوى. يعني كيف السبيل للعودة إلى روح الثورة في اليمن باختصار لو سمحت؟ يعني بس أكمل من فضلك يا أخي زياد، أنا أقول أنه أولا ثالث الأخطاء هو قبول تتار القرن 21 وهم الحوثيين الذين قدموا من خارج العصر، ولم يكن الشباب يعلموا بأن هناك أملفات أم رجال باللهجة التهامية هذه يقولون، فقد دفع لهم المئات الملايين من الدول المجاورة ليخرجوا ليساهموا في إجهاض الثورة، وتم الاتفاق والإعازة لعلي عبد الله صالح بأن يسلم لهم الدولة بكل مقدراتها وسلاحها، وأتى الدول الخليج بكل مقدراتها وأسلحتها وثرواتها لإجهاض هذه الثورة، وما زالوا يواصلون ويدعمون التتار القرن 21 اللي هم عصابة الحوثي، وأنشأوا إصابات أخرى هي عصابات الانتقالي في الجنوب، وما زالوا لتفتيت اليمن وإجهاض الثورة. ولكن أقولها وأنا واثق وبكل صراحة بأن جهودهم فاشلة وسوف ترتد عليهم وستكون وبالا على كل أولئك الذين تآمروا على الثورة اليمنية. نرجو الخير لليمن وللشعب اليمني. أشكرك جزيلا دكتور محمد الفقيه الكاتب والأكاديمي اليمني، كنت معي عبر سكايب من ليفربول.